خلاص بقى تقعدي تبصي على الساعه. ازيك يا عبد؟ كل ده تاخير يا كريم؟ غصب عني يعني، عامل ايه ما الدنيا زحمه انت عارف. وش معنى بقى اخترت الاوبرا؟ معايا شويه تيشرتات كده عايز ابيعها لناس صحابي فقلت بالمره يعني. عملت ايه في موضوعنا؟ تشربي ايه الاول؟ انا مش جايه اشرب. قولي عملت ايه في موضوعنا الاول؟ يا عمل عمل ربنا يعني يا عم، هنعمل ايه؟ وانا هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي؟ واقول ايه لاخوك؟ قولي له الحقيقه. حقيقتي انت مجنون؟ ما تزعليش بقى. خلاص والنبي. خلاص بقى. ممكن موبايل؟ انا هشوف حل. سيبيني افكر في حل. طب عملت اشاعه؟ عملت واحده وضاعت. طيب احنا هنضطر نعمل اشاعه تانية. بقول لك يا دكتور. في ناس قالت لي على دكتور بيعالج بالحجامه. لا 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 ده بيخفوا. لا ده نصب، ده كلام فارغ. الحجامه دي حاجه مش علميه. بس سيدنا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام اللي كان بيحصل ده اسمه طب بدوي، وده اللي كان موجود ايامها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش دكتور، الرسول كان اهم واعظم من كده بكتير قوي. عليه الصلاه والسلام. لحظه واحده يا حاج. اتفضل يا ابني. انت جيت يا دكتور؟ انت شايف ايه؟ منور حبيبي. جيت بدري النهارده يعني. ايه يا جماعه، ارجع تاني ولا ايه؟ لا خالص، عشان بس الغدا لسه بدري عليه. عشان الغدا؟ يا دكتور، يا دكتور خلصت كشف، البس هدومي. يا دكتور، يا دكتور. مالك واقف كده ليه؟ مفيش. يعني ايه مفيش؟ سيبيني انا اقوم منك دلوقتي. هايلة الملوخية. بقى معقولة جميلة تستغنى عننا كده؟ مش عروسة وعايزة تقعد مع جوزها؟ ايه السم ده؟ يا حرة. أنا سم؟ يا سم؟ أنت ناسية الأوضة دي؟ مالها؟ أنت والدكتور ما خرجتوش منها في الهاني مون. يا مون. بس يلا. إيه ودي البجاحة دي؟ سيبيه يا طنط، هو بيضحكنا شوية بدل النكد والكتب والعيانين. رايح فين يا ابني؟ ما كملتش أكلك. هو أنا يا طنط قلت حاجة غلط؟ سيبك منه، هو كده متدلع شوية. ده أخوك الكبير يا حيوان. أنا هقوم أشوف ماله. لا أقعدي، هو لما بيبقى متضايق بيحب يبقى لوحده.
مالك يا رامي؟ انت بتبصي كده ليه؟ انت عيان ولا حاجه؟ جايز. خدتي بالك من جوزك النهارده واحنا بناكل؟ كان غريب قوي. ماله بقى ما سالتيهوش؟ امك منعتني ولما جيت اشوف ماله قال لي مفيش. تفتكري شك في حاجه؟ هو لو دقق في التفاصيل طبعا هيفهم ان في حاجه غلط، خاصه انك وعدتني كذا مره وما وفيتش بوعدك. انا مش ناقصه مشاكل، لا هو سهل ولا امك سهله. انت بتعمل ايه عندك؟ يعني ايه مفيش؟ وانتوا بتعملوا ايه؟ مفيش، انا ما جاليش نوم بس فقلت ارغي مع كريم شويه. وانت مش كنت نايم يا رامي؟ ايه اللي صحاك؟ بعدين طالما انا بقى كلنا بقى صحينا بقى، طب ممكن نقعد مع بعض شويه؟ ها؟ لا انا هدخل انام عشان عندي شغل الصبح. رامي عايزاك. انت مجنون؟ ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ وبعدين دي مراتك وده اخوك والاتنين متربيين. عندك تفسير تاني اللي انا حكيتهولك؟ من غير تفسير. انا قاعده في البيت ايه يا دكتور؟ وبعدين عايز تفسير اطلع عندهم لك يقولوا لك تفسير. اوعي اوعي تعملي كده. ليه؟ سيبيني اكتشف كل حاجه بنفسي. تكتشف ايه يا مجنون انت؟ انا هخلص الموضوع ده دلوقتي حالا. استني، اقسم بالله لو خرجتي بره لاكون مموتهم موت نفسي. ناوي تعمل ايه؟ هعرف اللي ما بينهم بعد كده واجيهم بيه. طب من فضلك ما تعملش اي حاجه من غير ما تقولي عليها الاول. صباح الخير. أنا حامل. مبروك يا جميل، ألف مبروك. ألف مبروك يا بنتي. بس أنتوا لحقتوا يا بنتي. لحقوا إيه؟ أنا ساعات بحس إنك بتقلب عبيط. زي ما عاملة قلت كده الصوت. سيبك منه. ألف مبروك يا جميلة. أقبالي. مبروك يا جميلة، مبروك. قولي لأخوكي يشد حيله. هو دكتور هشام ما بيديش دروس؟
يا بنتي دكتور هشام ايه الركة على جميلة؟ اخرس يا حيوان. مالك يا ماما انت مش مبسوطة ولا ايه؟ لا ازاي يا حبيبتي، الف مبروك. بس كنت استني شوية لحد ما تعرفي جوزك كويس. هو في حد يقول للخلفة لا؟ ده رزق ولا ايه رأيك يا رامي؟ الف مبروك يا جميلة، اهم حاجة خدي بالك من نفسك. هو ماله يا ماما؟ ده بقى الهادي بتاعه. شوفوا منتهى السفالة. ايه يا عبلة الضحكة دي؟ في ايه يا رامي؟ ضحكة عالية وما تلاقيش بستة متجوزة. يعني ايه؟ هما المتجوزين ما بيضحكوش؟ يعني جوزك طفح الكوته جوه وفي عيانين في العياده وانت بتضحكي بصوت عالي. في ايه يا ماما مالك؟ اخرس انت ولا قوم شوف لك شغلانه بدل ما انت قاعد صايع. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.